اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين وكل اعزائي المتابعين، اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة، مع حلقة جديدة جدا، وفيها الاخبار زي ما بنقول بتتواتر وتتصارع في كل ساعة وكل لحظة في أخبار جديدة. معنا النهاردة كارثة في الأفق أو كارثة تلوح في الأفق، وإدارة بايدن المذعورة تضغط كل الضغط على السعودية والإمارات والكويت، وهنشوف التفاصيل كل ده بسبب إيه. وعندنا كمان خبر يخص الجزائر والسجن 8 سنوات لشقيق الرئيس الجزائري، وجدل على ساحات السوشيال ميديا وساحات التواصل الاجتماعي، مقلب الدنيا وآراء مختلفة عن هل سؤال تم سؤاله في السعودية هل يدخل الجن جسد الإنسان، والإخبارية السعودية ترد، وجدال ما بين راقي ودعية سعودي ودكتور وباحث سعودي، وهنعرف الرد على السؤال اللي أثار البلبلة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس. يلا بينا نشوف التفاصيل دلوقتي، ومع بداية هذه الأخبار زي ما قلت لكم وعودتكم أرجوكم ساعدوني على الدعاء في هذا العام الغريب، واللي مش عارفين هنوصل فيه لإيه، واللي هنقول فيه اللهم ارفع غضبك وبغضك عنا، واللي بقول لكم يا جماعة ابدأوا كل فيديوهاتي بهذا الدعاء أرجوكم، ده عهد خدته على نفسي في هذا العام الغريب، ونقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. وياريت تكتبوا مليون امين وترددوا الدعاء كل فيديو بتفتحوه من عندي، مهم جدا في هذا العام الغريب. بفكر حضراتكم بعمل اللايك، ما تبخلوش علينا بيه عشان نقدر نستمر، مهم جدا للقناة. وكمان لو حضرتك جديد معانا وعايز يوصلك كل جديد يشرفنا اشتراكك وانضمامك لنا، دوس على الزرار الاحمر لتحت الفيديو المكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب بالانجليزي علشان تنضم لينا ويوصلك كل الاخبار لحظة بلحظة. واللي دايما اطلبه منكم الايام دي ما توقفوش الفيديو عند حضراتكم، ياريت تنشروا الفيديو لكل اصدقائكم ومعارفكم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة على الجميع ودعما للقناة. يلا بينا نشوف اول خبر مهم جدا معانا، وايه الحكاية وايه القصة في اللي احنا منزلينه النهاردة. ومعانا اول حاجة علشان نقراها ونعرف التفاصيل ايه، هنا فاينانشال تايمز يوم 4 اكتوبر او 4/10/2022 بتقول السعودية وروسيا تخططان لخفض كبير في كميات انتاج النفط. وده معناه ايه؟ معناه كارثة ستعم على اوروبا، كارثة بمعنى كارثة. طيب ليه انا جايب الخبر دوت مع ان انا مش كاتبه بره؟ لانه مرتبط بخبر مهم جدا هوريه لكم دلوقتي، ولكن نقرا هنا بدايات. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة ان السعودية وروسيا واعضاء اخرين في اوبك بلس يخططون للإعلان عن تخفيضات كبيرة في كميات إنتاج النفط. وأشارت الصحيفة إلى أن حجم خفض الإنتاج لم يتم الاتفاق عليه بعد، في حين أن روسيا والسعودية تصران على خفض من 1 ل2 مليون برميل يوميا أو أكثر، وستتم عملية التخفيض على مراحل تمتد لعدة أشهر. وقال مصدر مطلع على المباحثات أن التخفيضات ستأتي وفقا لمستوى الإنتاج الحالي وليس وفقا لمستوى الحصة. وأشار محللون أنه من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد أمريكي جوابي، بما في ذلك استخدام كميات إضافية من النفط من احتياط النفط الاستراتيجي للبلاد. طيب ده ترتب عليه إيه هذا الخبر أو تسريبه؟ هنا بقى نقرأ الأساس. يوم 5/10 اليوم لما تسرب الخبر ده بتاع امبارح،
إدارة بايدن المزعورة، وهي مزعورة فعلا، لأن لو حصل تخفيض من الأوبك يا جماعة أو الأوبك بلس هتحصل كارثة في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي. وهنا إدارة بايدن المزعورة تضغط على السعودية والإمارات والكويت لتفادي ما تصفوا بالكارثة. طيب نقرأ بقى بيقول إيه الأخ بايدن وإيه إدارة بايدن بتقول إيه وأمريكا بتقول إيه. نقلت شبكة CNN نقلا عن مصادر حكومية أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول ثني أعضاء منظمة أوبك بلس عن قرار خفض حجم إنتاج النفط، والمقرر عقد اجتماع بشأنه اليوم الأربعاء، يعني النهاردة بعد ما يصرحوا ويقولوا تم التخفيض ولا لأ هتسمعوا بقى بلاوي وكوارث من العقوبات اللي ممكن يعملوها على هذه الدول، او ان تكون السعودية واوبك قدروا يلوي دراع امريكا والاتحاد الاوروبي والتانيين مش قدروا يعملوا معهم حاجة. وهنا وقالت المصادر على مدى الايام القليلة الماضية شارك مسؤولون رفيعوا المستوى في مجال الطاقة والاقتصاد في ادارة بايدن بالضغط على مسؤولي الدول الحليفة في الشرق الاوسط بينها الكويت والسعودية والامارات للتصويت ضد خفض انتاج النفط. وتقول قناة CNN ان بحوزتها تسجيلات رسائل من ادارة بايدن تصف التهديد بخفض انتاج النفط بانه كارثة كاملة وعمل عدائي. بصوا يا جماعة عشان تقروا ما بين السطور وان ممكن التطور ده يحصل لايه. لو امريكا بتقول على ان خفض النفط ده يعتبر كارثة كاملة وعمل عدائي، معناها ان ممكن تقول ان السعودية والكويت والامارات بيعتادوا على امريكا وعلى الغرب وبيلو دراعهم، فممكن يروحوا عاملين اي رد فعل على السعودية والكويت والامارات. يعني العالم بيتجه في اتجاه الاصعب دايما، كل يوم في توتر في اماكن جديدة، وقلنا اكن يد الشيطان تلعب في العالم كله، مفيش بؤرة في العالم غير ما يد الشيطان تلعب فيها. ووصف محاور في القناة الحالة المزاجية السائدة في البيت الابيض بانها زعر مرعوبين لان الشتاء جاي ومفيش نفط ولا في غاز، وطبعا اللي موجود الاستراتيجي مش هيقضي كل دول الغرب في العالم، وبالتالي هتبقى في زعر في البيت الابيض. وتعقد دول اوبك اجتماعا يوم الاربعاء اللي هو النهاردة للمرة الاولى منذ مارس 2020، يعني قادلهم سنتين بالضبط لم ينعقد هذا الاجتماع، حيث تناقش اتفاقية مستقبلية للحد من انتاج النفط. وهنا هل تم اتحاد روسي خليجي عربي بالفعل، وروسيا خفضت انتاج النفط وخفضت ومنعت الغاز عن اوروبا، وبالتالي فالسعودية والكويت والامارات المسيطرين على دول اوبك بلس المنتجة للبترول خلاص انصاعت لروسيا، او عملوا تحالف روسي عربي خليجي ضد امريكا وضد الغرب. ده اللي هنعرفه النهاردة، هل الدول العربية واتحادها في اوبك بلس والدول الخليجية واتحادها في اوبك بلس هل هتقدر ترقع الاتحاد الاوروبي وامريكا وتلوي دراعها؟ هل رد الفعل الامريكي بعد هذا الزعر ولما النهاردة يتم الاعلان عن التخفيض او لا؟ لو تم التخفيض هل رد الفعل الامريكي هيكون رد قوي، او هل هيفرض عقوبات على السعودية والامارات والكويت، ولا هيفضل واقف مش قادر يفرض لان ممكن يمنعوا عنه البترول؟ فقضية يا جماعة غريبة جدا، وقضية مش عارفين بقى تبقى حلها ازاي. ولكن النهاردة بالليل استنوا مني فيديو مهم جدا عن ما ستقول إليه ردود الفعل وما هو القرار المتخذ في أوبك بلس بعد اجتماع اليوم. معانا كمان في الإخوة الجزائريين، الجزائر
السجن 8 سنوات لشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأربع سنوات لعلي حداد، وده بتاريخ 14 أو 4 أكتوبر 2022. وأنا زي ما عودكم دايما أجيب لكم الموقع اللي جايب الخبر والتاريخ بالتحديد علشان يبقى احنا موثقين ما بنألفش أي حاجة من دماغنا، ونشوف ليه تم هذا. أيد القضاء الجزائري اليوم الثلاثاء حكما يقضي بالسجن 8 سنوات لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة في قضية قناة الاستمرارية والإسراء غير المشروع. وسبعة، وهنا بقى القصة بتاعت اللي جبناها امبارح على فرض عقوبات على الجزائر. 27 عضوا حتى الآن في الكونجرس الأمريكي يطالبون بفرض عقوبات على الجزائر. ليه؟ عشان الجزائر عطت غاز عشان الجزائر اشترت من روسيا أو حجزت من روسيا طائرات السخاي علشان تزود بيها سلاحها. وفي التفاصيل، أعلنت الغرفة الجزائرية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر عن تأييدها الحكم الصادر عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد ضد سعيد بوتفليقة، حيث أدانته بثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في قضية قناة الاستمرارية والإسراء غير المشروع. كما أيدت الغرفة الجزائية العاشرة الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الأفيسيو على حداد علي حداد الذي يقضي بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة. تقدر الإشارة أنه يوم 20 سبتمبر 2022 التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أقصى العقوبات في حق كل من سعيد بوتفليقة وعلي حداد، حيث طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة والمصدر الشروق. وهنا انا مش هقدر اقول تعليقي الشخصي على الرئيس بوتفليقة او شقيقه، الجزائريين هم اللي يقدروا يعلقوا ويقدروا يقولوا هل يستحق هذا السجن او لا يستحقه. هم اللي عشروا هؤلاء الاشخاص وهم اللي يقدروا يحكموا عليهم كشعب قبل القانون. فلكم كل الحرية في التعليق إذا كان هو يستحق السجن أم لا يستحقه، اللي هو شقيق الرئيس بوتفليقة وعلي الحداد. معانا بقى جدل قالب الدنيا من امبارح على جميع وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، وده النهاردة 12 بتاريخ 5 أكتوبر 2022 أو 5/10/2022. وسؤال غريب، هل يدخل الجن جسد الإنسان؟ وسؤال بقى ده، بصوا يعني ما بين الدين والعلم وما بين الإفتاء والعلم، ولكن العلم الحقيقي وحده عند الله سبحانه وتعالى. وهنا جدل ما بين راقي وباحث سعوديين يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الرد على هذا السؤال، وهنشوف بيقولوا ايه. اثارت تصريحات الراقي الشرعي السعودي صالح الزهراني حول قضية تلبس الجن بالانسان وخاصة النساء جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الراقي خلال مقابلة على قناة الإخبارية السعودية، الرد كله جه على الإخبارية السعودية ردا على سؤال حول أين تتركز الإصابات بالمس عند النساء أم الرجال. يعني هم الناس بتسأل هل المس ودخول الجن جسد الإنسان هل عند النساء ولا عند الرجال. فقال الراقي عند النساء في التبرج تجدها متبرجة حتى في قصر الأفراح وهم نساء مع بعضهم تجد التبرج بشكل مخيف جدا. وأضاف يتكلم أحد الجن يقول لك
لو يكشف الغطاء للإنس لأغمى عليهم من كثرة الشياطين والجن الموجودين في قصور الأفراح. وهنا في فيديو للراقي في تطبيق تيك توك صالح الزهراني: أكثر أسباب تلبس الجن كانت بسبب تبرج النساء أمام بعضهما في الزواجات. والباحث الشرعي تركي الغامدي يرد: هذه أمراض نفسية وليس تلبس. يعني الباحث بيقول ان دي امراض نفسية وده مش تلبس، والراقي بيقول لا ده شكل من اشكال التلبس. وردا على سؤال اذا كان هناك جن يدخل جسد الانسان، رد الباحث الشرعي السعودي تركي الغامدي خلال مقابلة ذاتها: انا احترم الرأي الاخر، انا بعد بحث طويل ارى ان المسألة هذه ليست صحيحة، ولكن حتى على رأي الذين يقولون بهذا الرأي ما يحصل اليوم له اليوم لا علاقة له بهذا الرأي الفقهي مطلقا. واضاف: اللي قاعد يصير لعب في نفسيات الناس بشكل خطير، واي واحد يقدر على القارئ يعطيه فيلم، ومعروف الذين عندهم ازمات نفسية يجيب لك افلام، وهذا يدمر نفسيات الناس اللي حولهم، كأن في قوة خارقة تدمر نفسياتهم واخلاقهم، والواحد يصير يشك في كل من حوله. وهنا الراقي الشرعي عبر تيك توك: تبرج النساء سبب تلبس الجن، والشيخ الغامدي: هذه امراض نفسية وليس تلبس. والراقي في تطبيق تيك توك بيقول: اكثر اسباب تلبس الجن كانت بسبب تبرج النساء امام بعضهن في الزواجات. والباحث الشرعي يقول: هذه امراض نفسية وليس تلبس. وكل واحد ماسك في ايديه. وهنا بعد كده البحث: بعد قيامي ببحث طويل فان مسألة دخول الجن كذا، وكم واحد وواحدة انجلدوا وشربوا مياه مخلوطة بلعاب أفاقين ومشعوذين بهدف إخراج الجن من أجسادهم. ده إبراهيم المنيف بيقول: بس يستهلون. الطب النفسي وفر لك حلولا علمية وأدوية معقمة ومحفوظة بإحكام، وتمت عليها دراسات صحيحة وأثبتت نجاحها بعد تجربتها على الأشخاص المصابين. تروح لواحد يبصق عليك ويجلدك ليه؟ وهنفضل في الجدال ما بين الجن يلبس الإنسان أو يمسه، وهل يلبس المرأة أكثر من الرجل، وهل يسكن في أي مكان داخل الجسد، وهل وهل وهل. وفي الآخر الله وحده هو الأعلم بكل شيء، والله سبحانه وتعالى هيدينا العلم والعين في يوم من الأيام للجميع يعرف ماذا يحدث بالضبط. وهيفضل دايما النقاش ما بين العلماء والباحثين والشيوخ والفقهاء في قضية الجن، وأن العلم لا يؤمن بأن الجن يلبس الإنسان، والفقه والدين يؤيد هذا. هنفضل في هذه المسألة لحين بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى مش هيسيب الموضوع جداليا، وأكيد هيكشف بطريقة ما. ولكن هذا اللي حبيت أعرضه لحضرتكم من الموضوع ده، لأن الجدال مشغل لغاية دلوقتي مئات الألاف من الردود، ردود وناس تقول قصص وناس، كل ده شغال في تويتر بطريقة غير عادية، وبدأ من امبارح حتى اليوم كله بيرد على بعضه. طبعا الموضوع دخل بقى في كلام مش تمام ومش صحيح، في شتايم وفي ألفاظ مش كويسة، والمتزمت يشتم العادي، والباحث والعالم والطبيب يخش يشتم في الموجودين، وقصة كبيرة جدا وصلت لمرحلة تانية. ولكن أنا حبيت أنقل لكم ما حادث في العالم من حولكم في هذه القضية دلوقتي. لم يتبقى لي إلا أن أشكر حضراتكم. استنوني في فيديوهات مهمة جدا النهاردة، وبالذات هنشوف ماذا سيحدث مع أوبك والسعودية والإمارات والكويت وبقية دول الخليج.
والجزائر كمان معاهم كل الدول اللي بتنتج غاز وبترول، وماذا سيكون ردهم ورد فعل الامريكان والاتحاد الاوروبي عليهم. في فيديوهات مهمة جدا يا جماعة، استنوني فيها، وما تبخلوش علينا باللايك، وما تبخلوش علينا بنشر الفيديو، وخلي المعرفة تعم على الجميع، واوعوا تنسوا الدعاء: اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. عايزين مليون امين. ياريت تعمل لايك دلوقتي لو نسيته، وانشر الفيديو، واشترك في القناة ليصلك كل جديد. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام.